السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم بقناتكم قناة بيتكوين العرب. اليوم معنا واحد من افضل المواقع الجديدة اللي ممكن نكسب من عملات رقمية. هذا الموقع بيدفع المحفظة البسيطة فوشيت بي والحد الادنى للسحب ما يعادل 1 سنت من الدولار 20 او 25 ساتوشي فقط من عملة البيتكوين. فيك تستخدم كمان عملات رقمية ثانية، وفيك تستخدم السي وولد كمان لحتى تسحب من الموقع. موقع جديد، موقع كثير كويس، كل هدول الاشخاص عم يسحبوا خلال الدقائق والساعات الماضية من هذا الموقع. رح نشرح الموقع خلال هذا الفيديو ونقدم اثبات سحب منه على الفوشيت بي. طيب بسم الله نبدأ. أول شيء التسجيل بهذا الموقع جدا سهل، كل ما عليك أنك تضغط على لينك التسجيل، راح تلاقيه إياه بصندوق الوصف. طبعا لينك مباشر، أنا ما بستخدم أي روابط مختصرة. هذا اللينك بيعطيك على المدونة الخاصة فيه، المدونة الخاصة فيه في رابط مباشر، يعني ضغطتين أخي كريم بتفتح معناي الصفحة. نحن بدنا نشيل حساب جديد، نروح على كلمة ريجستر أو التسجيل هاي اللي هون وبنضغط عليها. طبعا بيقول الموقع ببياناتي حط هون إيميلك داخل فوشيت بي. تمام أخي كريم، لأنه بنسحب نحن عن طريق هذا الإيميل، بنحط هون اسم المستخدم باللغة الإنجليزية، باسورد محترمة من الباسورد، بنحل الكاباتشا كلمة ريجستر، بيكون صار عندنا حساب الموقع. رح بعتنا رسالة تأكيد على بريدنا الإلكتروني، ممكن نلاقيها بالبريد العشوائي أو الغير مرغوب فيه، في رابط أو لينك بضغط عليه بتفعل الحساب وبصير جاهز للربح من هذا الموقع. بعدين بروح على لوجن أو تسجيل دخول، هاي اللي هون بعبي بياناتي وبسجل دخول للحساب. طبعا أصدقائي، هي واجهة الموقع. من الداخل نحن بنجمع نقاط، شايفين أصدقائي هون بالانس، هذا هو رصيدي. بيظهر معنا كمان هون معادلة بالعملات الرقمية مثل البيتكوين، يو اس دي تي، بي بي وغيرها. كمان في عندي وضع النهاري ووضع الليلي كمان، إذا حابب استخدم هاي الميزة كمان بتساعدني لحتى تتصفح هذا الموقع مساء. طيب نحن كيف نجمع هاي النقاط؟ عندنا مجموعة من طرق الربح. عندنا هون أصدقائي، إذا رحنا على أوفر وول أو العروض، داخل هذا الموقع في أربع شركات مشغلة للعروض مدعومة من الموقع، أهمها الإكسنتيف والبيتكو تاسك. كمان في عنا الأوفر فور أول وعنا التايم وول. طبعا تايم وول شركة كتير محترمة، فيها صنابير، فيها مهمات، فيها مشاهد فيديوهات، فيها عروض كتير كويسة، فيها استطلاعات رأي، لكن أنا ببلدي سوريا غير متاحة. إذا أنت ببلدك شغالي وشغالي بأغلبية الدول العربية، بتشبك حسابك، بتشيل حساب، بتشبك حسابك مع هذا الموقع وبتبلش تسحب من هاي الشركة على هذا الموقع ومن هذا الموقع على محفظتك الفوشيت بي. الشركات الثانية المشغلة العروض مثل بيتكو تاسك، إذا رحنا على فيو، طبعا بيتكو تاسك من أفضل شركات العروض، في إعلانات، في عروض، في استطلاعات رأي، في ألعاب، في روابط مقصرة، فيها ميزات كتير منيحة. داخل بيتكو تاسك رح لاقي مجموعة مثلا من الإعلانات، هذا الإعلان ب 150 نقطة، بس بروح على ووتش آد، طبعا بشاهد الإعلان لمدة محددة، بيعطيني كاباتشا، بختار الصورة الأقل تكررا، منتظر التأكيد كمان يتم هون. طبعا هيك كسبنا قيمة هذا الإعلان أو العرض الإعلاني، فيني تابع بقية الإعلانات كسبنا، لكن ركز على الأوفرز أو العروض أهم بكتير. طبعا في كل هاي العروض ممكن ننفذها، هذا العرض ب 47 ألف نقطة، هم 1.5 مليون. شايفين أصدقائي في عنا هون 13 ألف نقطة، 13600 نقطة. ترامب امباير لعبة حلوة، طبعا أنا منفذ هذا العرض سابقا فما بينفع أنفذه مرة ثانية، لازم دائما يكون مستخدم جديد. بيقول لك play the game and build Florida private club، ابني هذا المبنى داخل اللعبة بتاخذ 13 ألف نقطة. عجبتني الفكرة، complete offer وبلش نفذ، باخذ الرابط المباشر. وفي كتير عروض داخل بيتكو تاسك كلها ممكن اشتغل عليها واكسب منها. هاي اللعبة كمان هارفست لاند، بعتقد كلكم بتعرفوها، ب 8000 نقطة. شايفين اصدقائي نفس الشيء، انستول اوبن كومبليت ليفل 11، بس وصل لليفل 11 كتير سهل، 8000 نقطة يعني حوالي 10 سنت بطريقة جدا سهلة. طبعا في عندنا كمان هون البانانا تيك، كمان قيمتها كويسة، في عندنا كتير عروض. هاي اللعبة كمان كتير حلوة، سماش بارتي، هاي للايفون 124 ألف نقطة مثل ما كنتم ملاحظين، بطريقة جدا سهلة يعني حوالي 15 سنت، بطريقة كتير سهلة، كومبليت اوفر وبلش اشتغل وبكسب. وموجود كتير عروض طبعا ومتاحة بكل دول العالم، حتى هاي الهارفست لاند للاندرويد. شايف اصدقائي كمان مكسبها كتير كويس، لكن هون بيقول لك وصل لليفل 16، هونيك ال 11، هون ال 16 بيعطيك مكسب اكثر حوالي 73 سنت، وهذا شيء كتير منيح. وفي كتير عروض شايفين اصدقائي هون كمان نفس الشيء، نفس المبدأ كمان، هارفست لاند ب 25 ألف نقطة. في عنا اصدقائي كتير عروض ممكن نأديها ونكسب منها داخل البيتكو تاسك. كمان داخل البيتكو تاسك في عنا فوشيت صنبور كمان بسبع نقاط، شايفين اصدقائي محاولة وحدة بضغط عليه وبحل الصنبور وبكسب قيمته. في عنا كمان روابط مقصرة، فيديوهات ببعض الدول، في عنا كمان مهمات حسب الدولة. بيقول لك هون سبسكرايب لهي القناة على اليوتيوب 1400 نقطة، في أسهل من هيك عرض؟ ما ضل أسهل من هيك. شايفين أصدقائي 1400 نقطة بطريقة جدا سهلة، وموجود كل هاي العروض، فيني أنفذها بكسب منها داخل بيتكو تاسك. بيتكو تاسك كتير كويسة كشركة مشغلة للعروض، بتحتسب بدون أي مشاكل.
بتعرفني اصدقائي بيقول لك هون بس اعمل اكونت، شايفين اصدقائي، بتكسب 350 نقطة، وهذا كمان كتير سهل. موجود كمان كتير مهمات داخل بيتكو تاسك ممكن تشتغل عليها وتكسب منها اخي الكريم. كمان في عنا شركات تانية مشغلة للعروض، اذا رجعنا اصدقائي للاوفر وول هون عنا كمان الاكسنتيف مميزة. داخل الاكسنتيف في العاب، كمان في عروض منيحة ومتاحة بكل دول العالم. الاكسنتيف والبيتكو تاسك متاحين بكل دول العالم، كمان في هاي العروض ممكن نأديها نفس المبدأ نفس طريقة العمل، حتى بعض العروض بلاقيها نفسها موجودة هون وهونيك. انت شوف اللي بتعطيك اكثر، ميز بين العرضين واشتغلوا على الشركة اللي بتعطيك اكثر من هاي العروض، مثل سماش بارتي. شايفين اصدقائي، شوف هون قديش بيعطيك وهونيك قد بيعطيك، واختار اللي بيدفع لك اكثر. في كمان هون اعلانات ممكن نشاهدها، 35 نقطة بس بضغط على الاعلان، بنتظر اكتمال الاعداد الرقمية، بيعطيني بعدها كباتشا بنحلها وبنعمل التأكيد بنكون كسبنا قيمة هذا الإعلان أو العرض الإعلاني. طبعا فيني تابع بكل هدول الإعلانات كمان أكسب منها. كمان هون في فوشيت أو صنبور داخل الإكسنتيف بيعطيني 9 نقاط، كمان 50 محاولة يوميا ما نسيين أبدا. كل ما علي إني حل الكباتشا اللي هون، وبروح أصدقائي بعد ما حل هاي الكباتشا على كلمة كليم تظهر لي طبعا هون بهي الخانة، بضغط عليه أو كولكت عفوا، وبكسب قيمة هذا الصنبور. فيني كمان بعد دقيقتين ارجع طالب من هذا الصنبور. طبعا كل شيء انا بشتغله شايفين اصدقائي بيعطيني فيه اشعار، اذا رجعت للداشبورد بضيف لي اياهم برصيدي داخل هذا الموقع. اعطاني 3 اشعارات، الصنبور والاعلانين اللي شاهدناهم اصدقائي خلال طبعا الدقائق الماضيه. الموقع كمان مميز بالروابط المختصره، وبيطلب منك رابط مختصر واحد قبل ما تطلب السحب على الاقل. نهار تطلب السحب لازم يكون عامل رابط مختصر واحد على الاقل. اذا رحنا لا شورت لينك او الروابط المختصره وضغطنا عليها، بيظهر لي مجموعه من الروابط المختصره، اغلبيتها روابط سهله وقيمها كويسه. الار اس شورت 150 نقطه 20 محاوله. في عندنا كمان روابط ثانيه، الاكسي ب 100 نقطه، شايفين اصدقائي، الكيو تي كمان 100 نقطه، كثير سهلين. رح نتجاوز مثلا الاكسي، دائما النوافذ الموثقه موجوده مع الروابط المختصره، هذا شيء عادي. بنعمل كونتينيو وبسكر اي نافذه موثقه، ولا بشتغل اي شيء داخلهم، بس نحن بدنا ناخذ قيمه هذا الرابط. I am not a robot. آخر مرحلة إعداد رقمي 6 ثواني، بروح على get link بضغط عليها وبنتظر يرجعني للموقع المشروع. طبعا هيك كسبنا 100 نقطة، مثل ما قلنا لازم على الأقل تتجاوز رابط مختصر واحد قبل طلب السحب. كمان الموقع فيه بعض الإعلانات بي تي سي، طبعا فيني أشاهد هدول الإعلانات وأكسب القيم الخاصة فيه. كمان عندنا شيء مميز اسمه قراءة المقالات، read article. إذا ضغطت عليها هاي المقالة ب40 نقطة 40 نقطة 40 نقطة، كلها مقالات كويسة. بروح على earn، بيعطيني انتي بوت أول شيء بحله، طبعا هاي من اليسار لليمين دائما الحل. earn now، ممكن أول مرة يقول لي مثلا أعطيه صلاحيات المتصفح لحتى يوجهني، بضغط على طبعا الرابط، بنتظر 30 ثانية يكتمله. ابي يعطيني بعدها كباتشا طبعا فيرجن 3، اذا الانترنت عندك بطيء انتظر حوالي 5 ثواني لحتى يتم تاكيدها، بعدين بروح على فيريفاي بضغط عليها وبنتظر التحميل. طبعا هيك كسبنا قيمه هذا الاعلان، فينا نقول او فينا نقول طبعا التدويني، فيني تابع بالبقايا واكسب منهم، موجود كتير وفيني ارجع عيد فيهم. كمان الموقع فيه تحديات، فيه مسابقات، وفيه كوبونات إذا تابعت أدمن الموقع على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة فيه. طيب يلا نسحب الموقع، بروح على ويزدرو. مثل ما قلنا أقل شيء 1000 نقطة، ولازم يكون عامل رابط متصل. أختار أنا الفوشيت بي كوسيلة سحب، 25 ساتوشي بيتكوين. بنزل لتحت أصدقائي معي أكثر من 1000 نقطة، بيقول لي الموقع حط هون إيميلك داخل الفوشيت بي، أو فيك تستخدم السي وولت إذا استخدمت طبعا العملات الموجودة على السي وولت مثل البي بي. كمان شرح السي وولت رح تلاقيه بصندوق الوصف إضافة لشرح الفوشيت بي. طبعا هون رح أحط عنوان محفظتي البيتكوين داخل الفوشيت بي، بروح على الفوشيت بي، بروح على وولت، بجيب عنوان محفظتي البيتكوين نسخ، طبعا باخده نسخ وبرجع للموقع بحط العنوان هون بحي الخاني، بنتظر تحميل الكباتشا. إذا كان عندك الإنترنت بطيء بروح على ويزدرو بضغط عليها وبنتظر تحميل الصفحة. طبعا انا هيك اطلبت السحب من الموقع، ممكن يتم الدفع خلال دقائق، واحيانا ممكن تاخذ 24 ساعه، لكن ما بتاخر اكثر من هيك. بس وصل الدفع على محفظتي، انا بتابع معكم الفيديو.
طبعا أصدقائي خلال أقل من 24 ساعة دفع للموقع صارت داخل صفحة الدفعات بالموقع approved. كانت أول شيء بوضع البندنج، كمان إذا انتقلت لمحفظتي الفوشت باي طبعا بلاقي طبعا هاي الدفعة هو الموقع 25 ساتوشي بيتكوين نورمال بيمنت هذا هو التاريخ. موقع كثير كويس من أفضل المواقع اللي ممكن نكسب من عملات رقمية، إمكانياته كمان جدا مميزة والحد الأدنى للسحب مثل ما شفنا بسيط جدا. طبعا أصدقائي كمان راح أحط لكم بصندوق الوصف مجموعة من المواقع مشابهة لهذا المبدأ، كلها ممكن نكسب منها عملات رقمية بطريقة مجانية مع إثباتات السحب من هاي المواقع مشان تستفادوا كمان من هاي المواقع. طبعا أصدقائي بدي أؤكد دائما أي سؤال عن مجال الربح من الإنترنت بشكل عام، ربح العملات الرقمية، ربح الباير، ربح الفوشيت بي، ربح باينانس، ربح سي وولت، أي مجال مجال الربح من الإنترنت أنت عندك عليه سؤال اكتب لي بالتعليقات وإن شاء الله بنقدر نساعدكم. في النهاية لا تنسوا إخواني إذا ما كنتم مشتركين بالقناة اشتركوا في على زر الجرس ودعمونا. دائما دمتم في أمان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.